كم أهلا وسهلا، 10:54 دقيقة للناس اللي تابعوا فينا الكل. اللي فاتوا الحديث يلقاه على صفحة الفيسبوك متاعنا غاديو ميد تونيزي. الويكاند حتى نص نهار مكملين معاكم شبابنا، ديما عنده ما يقول. هذه هي تخربيشات وتصفيت مع حمزة. تخربيشات ونلنا شرف الحياة، ونلنا شرف الحياة رغم الداء والأعداء. سنرن فوق القمة الشماء، عاش من عاش ومات من مات، وتستمر من بعد الحياة حياة. رحم الله على من وافته المانية، شهيد مكرم في علم الأبية، وسأسير لألم رافق سنتين من واقع السياسة الخفية. يا سيدي أي، تزغرتنا تفرهدنا وضحكنا وخرجنا من عقولنا السواد. طوى وقتنا ووقتكم، طوى بدأ المشوار والوطن فينا يستنى. وطن كيف ويا مشعوب تتمنى، وطن حبيناهم وفوق الألقاب شلناه. إيجا نركزوا في اللي ثنيتنا عنا، قضية فساد واستبداد، حرية في البلاد. حبنا لهالوطن مش كلام هلهل بشعارات، حبنا لتونس لازم يحمل قضية ويحمل سر به نعيشه. أنت يلي تخمم في الحرقة، في بحر تمليه جمال الزرقة وعماق الحوت الزرقة، وقايت باش نمسح من خيالي البخل، وأتو غدوة ولحظة بركة وما عندي وين نوصل. أنت توصل كيما وصلت تونس، أنا نرفع راسي بيك وبيها، نموت عليها وعليها، خاطر في تراب عز عليا. نخرج نتمشى في ثناياها ونسمع غناياها من صامدون ونشيط الحومات. إجا نحكي ونحلو في البحر الثنية، المقدس كان الدين والدولة الأبية، غدوة ترحل العذاب والزعماء والرئيس، وما فما كان تونس البقية. ونقول من كان يعشق الأحزاب فالأحزاب قد خانت، ومن كان يحب تونس فتونس لا تخون. هيا تلموا وقدموا، اخدم وقدس العمل، افهم وقدر العالم، احكي ورتب الجمل. وانت يا سياسي ركوبك على الاحداث ما يعني ليش، تقول لي هاك الفين وجا نحكيه، ونقول لك هاي ثلاثة وابقى ساكت. اسمعنا وعبرنا، اسمع ناس الفيراج والموفما، ناس باب جديد وباب سويقة، وتسمع نظرية في كل دقيقة. اسمع كلمة من الساحل ولا من شمالها لجنوبها، متنوبهاش تونس ربي نوبها. أقسمت وأقسم أمام الجميع، وفي اختلافنا قسمنا الكثير. أنت تقسم من أجل مهمة تكافئها بها مال، وأنا أقسم من أجل محبة لأرنو بأجيال. حب تونس كما أنا حاببها، ونعاود نقولك يا تونس عندي عليك مديدة فرحان بينا، عندي عليك مديدة فرحان بينا وبتونس جديدة. والبير بير والماجل ماجل، والفاسد عمره ما يتعلم من الدنيا عبرة، خاطر مش مشكلته فاس، البير نجم يحفر بها بإبرة. القول القايل هو مشكلته أكياس، خليته يشوف بلاده قفرة. علاقتنا بالوطن لا يكون بالدولة. وشكرا يا سيد الرئيس، لولانا في مستقبل الحكم مجال. نحن الشباب، نحن ملك الوطن، نحن جثث الوفاء، وأعلمك لنا كفن، نحبوك يا بيا، نحبوك يا تونس. خربيشات. نحبوك يا بيا. شكون بيا؟ بيا هي تونس البيا. بيا هي تونس البيا. يعطيك صحة يا حمزة على الكلمات المزيانين هذوما. ديما تتحفوني انتم شباب في الجو هذي والكتيبة المزيانة. هذاك دورنا الشباب باش نتحفوا العالم ومش نتحفوا تونس. الله الله الله، عليك اخر جملة قلت يا ربي. نحب نعرف علاش يضحك انا يا يوسف. والله يا يوسف مش ناوي يتبدل حقي وحقي وحقي. مش ناوي يتبدل. علاش تحبوا يتبدل؟ لا مش ناوي يتبدل. شنو محلي الكلام اللي كان يحكي فيه؟ ليه ما عندي حتى. والله انا الخطر تتاسس ما مانيش باش نجاوبك. لا خاطر امي وصلتني البارح قالت لي ما عادش تعيط عليه في الراديو، ما عادش تعمل له كذا. انا حبيت نرجع على كلام تقال على الفيسبوك وصارت البارتاج نتاعو برشا، اللي هو ديريكتومون بعد ما خرج راشد الغنوشي نهار من غدوه، معناها على الصباح خرج قدام البرلمان. شو الناس شنو كتبت؟ كتبوا ما خرجتوش كي عمر غرق وما يعرفش يعوم، ما خرجتوش الفجر كيف مات شكري، ما خرجتوش الفجر كيف ساح دم البراهمي، ما خرجتوش كيف اغتالوا الزويلي في بلاده قدام داره، ما خرجتوش الفجر كي تذبح الراعي وامه لقات راسه قبل جهامته، ما خرجتوش الفجر كيف الملايكة تحطت في الكرادن، ما خرجتوش الفجر كيف كار الشباب جات في الويد، ما خرجتوش الفجر كيف زبلة ايطاليا جات للبرت، ما خرجتوش الفجر كيف شباب خرجوا للبحر ميت على الشطوط، وشطر الاخر كلاه الحوت والباقي هايم بالزطلة تحت الحيوط، ما خرجتوش الفجر كيف الطبة قريب تهبل والناس قدامها
تموت، ما خرجتوش الفجر كيف الناس تلوج على أكسجين بالفلوس وما لقاتوش، ما خرجتوش الفجر كيف الناس جاعت وتقهرت وقريب تهبل، الناس هيمة في الشوارع تحكي وحدها، خارجين خايفين على الديمقراطية، تكذبوا خايفين على الكراسي والشهرية والسلطة. دونك هذا شوية من هموم 10 سنين عبيتوا بها قلوب الناس وغرقتوا بها البلاد. هذا كلام هكا اون بوبليكاسيون شفتها برشا دارت، حبيت نقولها اليوم للناس يتبعوا فينا. احنا بعد شوية باش نتعداو للأخبار مع فتحية حرابي موجز 11، راجعين بعد شوية في الويكاند المتواصلة حتى النص نهار.